يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الآثار للمتاحف إذا كانت ستوضع فيها لأجل الزينة؟ لا يجوز بيع الأصنام أو حطام الأصنام، لا يجوز هذا. وأما الآثار التي هي المقتنيات، مثل عندك مقتنيات أو أواني أو أشياء قديمة، محافل ولا اصفر ولا فرش ولا، هذا أمر سهل. لكن أن تبيع عليهم شيء من الأصنام أو من آثار المشركين، هذا لا يجوز. نعم.